يتولى تقديمها الممثلة مادلين طبر والممثل محمود قبيل. مساء الخير. مساء الخير. أنا سعيدة بوجودي بين أهلي بين أولاد النشامة بالأردن. هنيئاً لكم بنجاح هذا المهرجان تايكي، وهنيئاً بوجود راعية للفنون وللفن وللثقافة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم علي. نحن جايين تنقدم جائزة أحسن ممثل حسب لجنة التحكيم والتصويت، بس أنا اتفقت مع الشباب أصحابي اللي دفع لي أكتر حقول اسمه. لا 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 لا. والله هعملها. سأل حربي. لا لا لا. مش كده يا رزق؟ نو لا هيدفع أكتر، مش هينفع. أفضل ممثل عربي حسب لجنة التحكيم. جائزة أفضل ممثل عربي: باسم ياخور ساعة الجمر، قصي خولي أرواح عارية، منذر رياحنا خطوط حمراء، يحيى الفخراني الخواجة عبد القادر. جائزة أفضل ممثل باختيار لجنة التحكيم بعدد نقاط بلغ 180 نقطة. عن مسلسل الخواجة عبد القادر دكتور يحيى الفخراني. لظروف خاصة يسلم الجائزة عن نجله المخرج شادي الفخراني. اتفضل. مبروك. معلش لازم كمان نعطي حق باقي الزملاء في المركز. الثالثة قصي خولي 110 نقطة. ومش كتير بعيد عنهم جميعا بطل رائع كلنا منحبه منذر رياحني.